بقول لك ايه يا سي مختار؟ يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليله دي ما وعدكيش، عندي ميعاد مهم مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليله الخميس. لا انا عايزاك فجر الخميس. نعم قصدي يعني انا محتاجه لك قوي الليله. يا بت يا بت، ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى؟ ما حبكتش الليله. الليله يعني الليله؟ جرى يا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحه بقى يا سي مختار انا قلبي مقبوض وحاسه بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟ ما يرضنيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا هاجي، بس هتاخر شويه صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكايه الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمه وبخاف انام لوحدي لغايه ما الفجر يطلع. اذا كان كده ماشي، تسلم ايدك يا سموح. تسلم بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيك. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي بعدين بالليل وبعدين ميعاد تاني، فحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزه حاجه حبيبتي؟ سلامتك، الف سلام. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. السلامة يا اخويا، يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب قادر يا كريم. يا رب. بقول لك ايه يا حاج؟ مورين يا ست ستات، في واحده من معارفنا جوزها تعيش انت قبل ربي كريم، وعندها ست عيال، والمشوار قدامها لسه طويل قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. بقول يعني يا حاج، لو كنا يعني نبعت لها كل شهر مبلغ ونعتبره صدقة جارية، أو يحميها ويحمي ولادها من بهدلة الأيام. وماله يا حاج، الخير كتير والحمد لله، وهو كله بثوابه. أحسبي كفيها كام ولا الأب سدد؟ إلهي ربنا يكرمك، قادر يا كريم، يا راجل يا طيب يا أمير، يا اللي قلبك زي البفتة البيضة. أنت اللي طيبة وفلة الفلات يا حاجة يا مقطقطة. ربنا يقبل بخاطرك يا رب. على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير يا حاج؟ عمرة رمضان اللي جاي. إيه حجزتها؟ طبعا حجزتها يا ستنا، ربنا يكتبها لنا إن شاء الله. يا رب نبقى كده مجتمعين في الجنة إن شاء الله، قادر يا كريم. عن إذنك بقى، لما أشوف هنية خلصت العشاء ولا لأ؟ اتفضلي. الو، ازيك يا ست الكل؟ طمنيني، ماما عامله ايه النهارده؟ يا ترى انت فين يا مختار؟ يا على الغلبان. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الحمد لله على السلامه يا اخويا. اديني اكتر الميه في ايدك سوكر من هنا يا اخويا. يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 الميه.
وحشتني. انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. هي ده انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. لما تكلم يا رب. طب اقوم انا اجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيلي الميه في ايديك. يا اصحى يا سي مختار، اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشقي بس هو انا دبنا. اصحى يا اخويا اصحى، ده الفجر قرب جدا. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى وبعدين؟ لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر ادن. هاي حصتي السودا يا هاني. اما انا بحب يوم الجمعه ده بشكل عشان كلنا بنبقى مجتمعين فيه. ربنا ما يحرمنا من اللمه الحلوه يا رب. امال مختار فين؟ اهو اهو مختار اهو. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا ست. صحي على الاكل كده على طول. اعمل ايه يا حاج؟ ده انا راجع الساعة 8 الصبح. وانت ايه اللي مرجعك 8 الصبح يعني؟ مفيش. طلبية كده كنت بخلصها وبسلمها. طلبية برضه؟ طب والتجار اللي انت كنت معاهم دول مش يناموا بدري عشان يصحوا الصبح يروحوا اشغالهم؟ يا ابني دي ليلة جمعة والناس صبحة اجازة بقى. الله، وليلة الجمعة دي مالهاش حدود، المفروض انك انت تنام بدري وتصحى بدري عشان تصلي الجمعة. اه والله يا حاج، نعوضها بقى الجمعة الجاية ان شاء الله. مالك يا حبيبي؟ ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه يعني يا ماما؟ كفايه انتوا بتتكلموا طول عمرك كده. سهون تفضل ساكت انما تراقب اللي حواليك، عشان كده طلعت ظابط. الله يا سلام، الدرجات دي نكتتي بايخه ما ضحكتكش؟ لا ابدا يا بابا، بس حضرتك ما قلتش نكته اساسا. خد خد يا حاج ورق عنب. ايه يجنن؟ انا عامله لك بايديا. شبعت، ورايا معاد عاوز الحقه. طب وانا كمان بقى لازم اقوم عشان الحق بتاع السيراميك واتفرج على البضاعه براحتي. يلا سلام. ايه اصله ده؟ دي طريقه اتكلم بيها ابوك. ما تتدخلش انت يا مختار لو سمحت. بصراحه بقى مختار عنده حق، انت كنت قليل الذوق قوي مع ابوك. وبعدين انا ربيتك على كده يا اشرف. انا اسف يا ماما، بس لو سمحت سيبيني دلوقتي، انا فيا اللي مكفيني. ما كلنا فينا اللي مكفينا، ما بنعملش كده. خلاص محدش غيرك عنده هموم. ما قلت لك ما تتدخلش انت يا مختار، ولا مش ناوي تجيبها لبره؟ لا يا راجل، ما تقوم تضربنا احسن، ولا تخلي جوز عساكر من عندك يجوا يحبسوني. وبعدين بقى يا اولاد ازاي تتخانقوا وانا قاعده في وسطيكوا؟ انا ايه مكان النوم؟ القعده هنا تخنق. مالك يا اشرف؟ فيك ايه؟ مش حوايدك العصبيه دي يا ابني؟ معلش يا طنط، اصل عندنا خبر مش حلو. خير يا بنتي؟ عمر. ماله عمر؟ من يومين وديناه للدكتور وكشف عليه ولقى عنده تضخم في القلب. تضخم في القلب؟ يا حبيبي يا ابني، ده جاله منين ده؟ الحساسيه اللي على صدره يا ماما عملت له مضاعفات واثرت على قلبه. يومين يا اشرف؟ يومين وما تقوليش يا ابني وانت شايل جبل على كتافك؟ شايل الحمل ده كله لوحدك؟ أقول لك إيه بس يا أمي، ما كنتش عايزة أضايقك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا ابني، إن شاء الله يا حبيبي هيخف وهيبقى زي الفل. أنت بس خلي عندك شوية إيمان بالله. المتعوس متعوس، ولو علقوا على بابه فانوس. إهدي بس إهدي يا ستي، مش كده. أهدى إزاي؟ أهدى إزاي بس؟ ده أنا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعة، هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقة ملحوقة يا ست، أنا هروح للشيخ النوخ وهقول له على كل حاجة، وهو إن شاء الله هيحلها لنا. يسمع من فوقك ربنا. ونادر عليا لو حلها لأتبع جدي وأفرقه على الغلابة. جدي واحد؟ طب قولي جديين يا ستي. عجل بحاله؟ عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنت، انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي انا رايحه للشيخ النوخ وجايه لك بالبشاره يا اختي.
بختك يا سماح. ايه رأي حضرتك في البلاطة دي؟ لا حلوة، هي تحس انها الوانها هادية ورقيقة كده. فعلا ريلي حضرتك ذوقك يجنن. ميرسي. على فكرة دي الوانها باهتة وحساءه قديمة جدا، يعني مش فاهمة. اوكي، ايه رأي حضرتك في التشكيلة دي؟ لا لا دي بقى مختلفة، يعني تحس انها الوانها مختلفة عن اللي فاتت. ايه رأيك يا رشا؟ عادية يعني. عادية هي عادية بصراحة، يعني بصراحة عادية. طب ممكن نشوف البانيوهات؟ اوكي اتفضل من هنا. ايه رأي حضرتك في ده؟ الله، البانيو ده حلو جدا، تحس كده انه شرح ومرحرح. البانيو ده جاكوزي ومستو النساء اتنين. هو حضرتك متجوز؟ لا والله. هو ايه ده اللي لا؟ قصدي يعني حاجة اتجوز. انا خاطب والانسة تبقى خطيبتي. هاي هاي ورحمة الله وبركاته.